بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام دكتور. طيب، وعليكم السلام. نكمل اليوم إن شاء الله في موضوع شابتر 6 في العدادات. نتكلم اليوم عن السينكروس كاونتر، لكن على بال ما افتح الملف نعمل شير إن شاء الله الكريم. الطلاب ما شاء الله، يعني فقط اللي حاضرين المحاضرة، اللهم صل على سيدنا محمد، يعني ايش نقطع الرأس. وبعدين بقول لك يا أستاذ، يعني مش عارف الامتحان عيد لنا إياه وما جبناش علامات. طبعا لا بتحضر اونلاين ولا بتحضر اوفلاين ولا بتدرس من الكتاب، ومش كيف بدك تجيب علامات. بدك تجيب علامات بالجروبس. الدكتور سامي بيعمل نماذج كثيره وبيعمل كل امتحان تقريبا اسئله جديده، كيف بدك تزبط معك؟ مش راح تزبط، ولا حول ولا قوه الا بالله. طيب، اذا تكلمنا المره الماضيه عن الريفل كاونترز، بي سي دي كاونتر بده يكون عداد بيصل للتسعه وبعدين بيرجع على الزيرو، فممكن يكون سينكروس، ممكن يكون اير سينكروس. يعني راح نيجي احنا شفنا العداد العشري هذا الريفل كاونتر، وقلنا تصميم الريفل كاونترز مش سهل لانه باي انسبكشن. ولما تتكلم عن الريفل كاونتر الكلوك فيه مش مشتركه، بدك تصير تفكر من وين هذا باخذ الكلوك، من وين هذا باخذ الكلوك، وكيف بدي اربطهم. الامور ما بتكونش سهله مثل ما احنا يعني متعودين عليها في الديزاين اللي هو منهجي. في شابتر 5 اخذنا طريقه منهجيه لتصميم الدوائر التعاقبيه. تلك الطريقه تنطبق فقط على السينكرونوس سيركت، اللي هي الدوائر اللي تربط فيها جميعها مرتبطه على نفس الكلوك سورس. في الحاله هاي بكون عندك ستيت دايجرام، تعمل منها ستيت تيبل، يعني يكون عندك وصف بقول لك اعمل لي مهما عداد يعد العشرة، بتقول اوكي ما دام العداد بده يعد العشرة خلينا نعمل تابلت نشغلها. وقال لك والله اعمل لي عداد يعد للعشرة. نقول ليش مش شغاله؟ كمان في something wrong مع الماشين. خليني بس نغير ال أرجو أن تكون الصورة أوضح شوي هيك. طيب، واحد قال لي أوكي أنا بدي تعمل لي عداد باستخدام اللي تعلمته بشطر 50، وبدي عداد يعد من 0 الى 9. بقول له بسيطه، بتعمل 10 ستيتس، الستيت الاولى 0، اللي بعديها 1، اللي بعديها 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8، 9، وبتقول له بدي اياها ترجع على الزيرو. هاي عندي 10 ستيتس، بدك تيجي تعمل اسايمنت، والله 9 بتكون 1 0 0 1. الاسايمنت الان ماليش خيار فيه اني العب فيه الان، لاني انا بصمم عداد لازم الاسايمنت تكون كالتالي: التسعه 1 0 0 1، الثمانيه 1 0 0، السبعه 0 1 1 1. فبتعمل اسايمنت بهذا الاساس، فصار عندك 10 ستيتس. وفي عندك كيف بتشتغل،
اوكي، وتعمل ستيت تيبل تقول والله بدي اربعه فليب فلوبس اي بي سي دي، وبتقول اوكي حاله ال 000 بتروح الى النكست ستيت 001، وال 001 بروح لل 0010. ثم مثلا والله بدي اصممها بالدي ولا بالاي، دي اي دي بي ولا بالجي كي الى اخره. فبتعمل الطريقة المنهجية اللي تعلمناها في شابتر 5، وبتصل في النهاية إلى تصميم عداد عشري بس نوعه سينكرونس. سينكرونس يعني جميع الفليب فلوبس، كل الفليب فلوبس اللي عنده مربوطة على نفس الكلوك سورس. فالحالة هاي هذا العداد لما بكون جميع الفليب فلوبس سبعته ماخذ من نفس المصدر اللي هو كلوك سورس واحد، فالحالة هاي بنسميه احنا سينكرونس كاونتر. سينكرونس كاونتر في الحالة هاي جميع الفليب فلوبس الكيو تبعتها بتغير بنفس اللحظة مع بعض، لأنه بيجيها البلس مع بعضها. فالتصميم هو تصميم ماذا يكون مثلا على الدي ام تبع هذول، هذا اللي أنت بتصممه. تقول والله الفانكشن بده يكون على الدي تبعتها كذا وكذا، الفانكشن بده يكون على الدي تبعتها كذا وكذا، لكن الكلوك مشتركة للجميع، وبالتالي التغيرات على الاوتبوت بتحدث بنفس اللحظة. السينكروس كاونتر ممكن أصممهم باستخدام اللي تعلمناه في تشابتر 5 على اساس ستيت ديجرام، ستيت تيبل، كي مابس الى اخره. واضح يا شباب؟ هلو واضح يا دكتور. طيب الان، طيب شو الفرق التعلم؟ ايش حطيناه في شابتر 6؟ ما دام يعني احنا بنقدر نصمم في شابتر 5، ليش ما يعني عملوا لنا اياه في شابتر 5؟ في الواقع لانه العداد في انتظاميه في تغير البيتس تبعته. في نوع من الانتظاميه، تستطيع ان تصممه باي انسبكشن. كيف صممنا هذا باي انسبكشن؟ برضه نستطيع ان نصمم العداد اللي هو سينكرونس باي انسبكشن عن طريق النظر الى كيف تتغير ال، طبعا راح نيجي لعمليه الكاسكيدنج، حكينا عن الكاسكيدنج احنا المره الماضيه، لان بده يكون هذا يعني نيجاتيف ايدج تريجر. الاصل انه اذا حطيت، الاصل اذا حطيت هنا الكلوك اوكي، فهذا لما بيروح من 0 0 0 ولغايه التسعه، بعد التسعه راح يروح على 0 0 0 0، فهذا تقلب من 1 الى 0، فبصير زي كلوك انبوت للمرحله اللاحقه. فهيك بنقدر نعمل كاسكيد عن طريق الكلوك، وراح نشوف برضه طريقه كاسكيد اخرى، لكن هذه الطريقة اللي حكينا عنها في الحصة الماضية. الآن ليش بقدر أنا أصمم العداد باي انسبكشن؟ لأنه كما قلنا في عندي نوع من الانتظامية في تغير الخلايا. طبعا كلمة سينكرونس كاونتر كما قلنا جميع الفليب فلوبس بتغذوا من نفس الكلوك سورس، وبالتالي يعني التغيرات فيهم بتكون ات ذا سيم تايم. الآن هذا عداد، هذا عداد باينري، وراح نشوف كيف بدنا نصممه باي انسبكشن. الان واحد قال لي عدد لي، صمم لي 4 بت كاونتر، 4 بت كاونتر، 4 بت باينري كاونتر. قال لي بدي اياه سينكرونوس، نقول له ممكن نعمله عن طريق اللي تعلمناه في شابتر 5، لكن نقول له برضه ممكن نعمله باي انسبكشن، لانه هذا العداد لو بنطلع على الخانات تبعته، وهون هم مسميهم A0 A1 A2 و A3، نلاحظ مثلا الصفر بده يروح للواحد، النكست تايم بده يروح على الاثنين، اللي بعديه على الثلاث، ثم على الاربعه، ثم على الخمسه، ثم السته، هكذا التغيرات بتكون 7 ثم 8 ثم 9 وهلم جر لغايه ما يصل لعند ال 15. بعد ال 15 بده يرجع على ال 00. الان بقول لك كيف باي انسبكشن؟ بقول لك تطلع على الفليب توبس، هذه اولويز، هذه اولويز بتعمل طبلنج، صفر كان صارت واحد، واحد صار صفر، بقول لك بربط الجي والبي تبعهم، الجي والبي بربطهم على واحد. طبعا احنا حطينا هون كانبوت خارجي اسمه كاونت انيبل، بس خلينا الان نقول انه واحد. طيب اللي بعديها، يا خلينا نعملها بدون كاونت انيبل، خلينا نعملها بدون كاونت انيبل.
افرض انا بدي اعملها بدون كاونت انيبل، ف خلينا نشوف كيف بدي اربط لفلفل، خلينا اعمل بس لغايه اول ثلاثه. فاول وحده الجي والكي بقول بدي اربطهم على واحد، معناها كل ما تجيني بلس انا كل ما تجيني بلس راح تعمل توجلنج، وهو المطلوب بالنسبه للاي نود لانها بتعمل توجلنج في جميع الحالات. كل ما بيجيها بلس بتعمل توجل، كل ما بيجيها بلس بتعمل توجل. واضح بالنسبه للاي نود زي ما عملنا في الريبل كاونتر، بلزمها يكون عليها لوجيك 1 على الجي والكي وبيجيها بلس. واضح يا شباب؟ هلو. واضح دكتور. طيب خلينا نشوف الان بالنسبه ل عفوا خلينا نشوف بالنسبة ل هاي الـ A-Note. بالنسبة للـ A1 لما نيجي نطلع على الـ A1 بنشوفها بنلاقيها انها عملت هون نو تشينج وعملت هون طقل. عملت هون نو تشينج عملت هون طقل. الآن لما عملت نو تشينج الاي نوت كانت زيرو، ولما عملت طقل كانت الاي نوت اللي جنبها واحد، وهذا الحكي ماشي للجميع. تعمل نو تشينج الاي نوت اللي قبلها زيرو، بتعمل طقل الاي نوت اللي قبلها واحد. بقول لك طب هي سهله هاي، انا بعرف انه الجي والكي اذا بحط عليهم زيرو بعمل نو تشينج، فاذا بربطهم على الكيو نوت على الكيو تبعت اللي قبليها، لما بتكون الكيو اللي قبلها زيرو بكون جاينا زيرو زيرو ما راح تعمل شيء. لكن لما الكيو اللي قبلها عليها واحد جايها واحد من الاي نوت من هنا، فهاي راح تعمل طقل وراح تقلب من صفر الى واحد او من واحد الى صفر. فلاحظ انها هون قلبت من صفر الى واحد لما كانت هاي واحد، وهون قلبت من واحد الى صفر لما هاي اللي قبلها كانت واحد. فدائما بتعمل طقلنج لما اللي قبلها لوجيك 1، وبتعمل نو تشينج لما اللي قبلها زيرو. فبقول لك توصل الاي نوت على الجي والكي تبعون الاي 1. واضح الفكره؟ الو واضح دكتور. طيب لو اطلعنا على الاي 2 متى بتعمل الاي 2 توجلنج؟ لما الاي 0 والاي 1 بوث ار لوجيك 1. لاحظين؟ عندنا التوجلنج هون لما الاي 0 والاي 1 بوث لوجيك 1، لازم يكون الاثنين واحد. قال لك بسيطة هاي، احنا بناخذ الـ A نوت والـ A1، هاي الـ A1 والـ A نوت بناخذهم على AND جيت، والـ AND جيت هاي بندخلها على الـ J والـ K. فأنا بضمن إنه الـ J والـ K هذول ما يجوهم مش واحد إلا إذا كانت هاي واحد وهاي واحد. في الحالة هاي على عن طريق الـ AND جيت راح تعطيني واحد، لكن إذا كانت اثنيناتهم صفر أو واحد منهم صفر الان جيت راح تعطيني زيرو، وهي راح تعمل نو تشينج. كل ما يجيها بلس راح تعمل نو تشينج. وضحت الفكره؟ وضحت. اذا لاحظوا الاصفار اللي هون هذه نو تشينج نو تشينج نو تشينج، لانه الحاله 0 0 0 1 1 0 الان جيت دائما تعطيني صفر، لكن لما صاروا بوث لوجيك 1 الان جيت راح تعطيني واحد. النكست كلوك سايكل هذه راح تعمل طقلك. فاحنا الكلوك طبعا مشتركه يا اخوان، الكلوك للجميع بكون مشترك، والتغيرات بتحدث بنفس اللحظه. اذا هذه الفكره هي فكره اني اعمل انا سينكرونس كالتر، اني بنظر الى كيف تتغير الخانات. فبنلاحظ مثلا لما بدي اروح من 0 7 الى 8 هذه ما بتعمل طبلينج الا لما اللي قبلها كلهم كانوا ونز، ولما بروح من 15 الى الزيرو برضه هذول كانوا كلياتهم لوجيك 1، لكن راح تلاحظ انها ثابته على 1 من هون للاخير، يعني عند التسعه وعند العشره والى اخره. فبتلاحظ انه اي خانه من الخانات اللي هون لما تكون صفر بتؤدي الى يكون عندي نو تشينج. فبدي يكون في عندي زي 3 انبوت اند جيت داخل عليها الثلاثه هذول. لكن خلينا نشوف الدائرة الآن كيف عملناها هون. لاحظ عملنا انبوت خارجي سميناه كاتل وربطناه على الجي والكي اللي هون. بالنسبة للثانية هذه ربطنا الاي نوت
مع الكاونت انيبل هذا على الجي والكي. فالكاونت انيبل اذا صرفت واحد انت ارجع لنا اللي شرحناه قبل شوي. هون عندي واحد واحد اولويز، وهنا متى بيجيني واحد؟ لما الـ A نوت واحد فقط. اذا هذه الـ A1 الى اخره. الـ A نوت اولويز بتعمل توغلينج، الـ A1 ما بتعمل توغلينج، ما بتعمل توغلينج بين 0 الى 1 الا اذا الكاونت انيبل واحد وكانت الاي نوت ايضا واحد. فتجيني واحد من هون مع واحد من هون، بيجيني واحد لهون. فنكست تايم لما بتيجي الكلوك لهذا عم تجي مع بعض، تيجي لهذا ولهذا، هذا بيعمل توغلينج فبروح هذا الى واحد، وهذا بيعمل توغلينج بروح الى زيرو. اوكي عفوا، هذا بروح بيعمل توغلينج وهذا بيعمل توغلينج. اوكي سوري. إذا فهمنا كيف بالنسبة للجي والكي تبعت الثانية. الثالثة لاحظ إنه ربطنا الأوتبوت اللي طالع من هون اللي هو الكاونت إنيبل مع الأي نوت. إذا عندي الكاونت إنيبل أندد مع الأي نوت وبرضه أندد مع الأي 1. فلاحظ الكاونت إنيبل إز أولويز برضه إنبوت بالنسبة للجي والكي، فبالتالي هذا أولويز عشان أعمل إنيبلينج للعد لازم يكون دائما واحد حتى أسمح للعداد إنه يعد. وكل فليب فلوب لازم حتى تعمل توغلينج لازم اللي قبليها يكون لوجيك وانز. فهذه بتعملش توغلينج الا اذا كان الاي 1 واحد وكان الاي نوت واحد وكان الكاونت انيبل عليه واحد. فما بتنطيني هون واحد الا اذا تحقق بثلاث اشراط هذول، كاونت انيبل از 1 واي نوت 1 واي 1 از 1. الان بالنسبه للاي 3 برضه لاحظ بيجيها واحد من هون فقط اذا كان جايها واحد من هون. فبالتالي بالنسبه للـ A3 الـ J والـ K تبعونها راح يكونوا عباره عن الـ Count Enable added مع الـ A0 added مع الـ A1 added مع الـ A2. هاي الـ A2 داخل هون. اوكي فلا بد يكونوا هذول الثلاثة ones ويكون الـ Count Enable فعال علشان اقدر اعمل توغلينج للي هون. وبالنسبه للـ Output اللي من هون هذا عاده بسموه احنا التيرمال كاونت، يعني عاده هذا بصير واحد، هذا التيرمينال كاونت از ايكوال تو 1 اونلي وين اول فليب فلوبس ايكوال تو 1. يعني لما بصل عند العد 1 1 1 اللي هو الماكسيمم، فلما بيصل العداد الى الماكسيمم كاونت تبعه بنسميها هاي نهايه العد احنا التيرمينال كاونت. طبعا لابد كمان يكون اند الكاونت انيبل از ايكوال تو 1، وهذا بنستخدمه احنا فور كاسكيدنج فور كاسكيدنج عشان ازود عداد اخر. واضح يا شباب كيف صممنا السينكرونس كاونتر تبعنا هذا؟ هذا بعد ايش؟ بعد تصاعدي، بعد ايش؟ تصاعدي. الان لو اجيت قلت لك اعمل لي عداد يعد تنازلي بتقول لي خلينا نشوف باي انسبكشن كيف بده يتغير. والله العداد التنازلي بده يبلش تنقوم من 15، بدي يروح بعديها لل 14، بعديها لل 13، بعديها لل 12، لل 11، لل 10 الى اخره. ثم باجي بتطلع على التغيرات، هذا اولويز بيعمل ايش؟ اولويز بيعمل توغلينج. فالاي نوت مش راح تفرق عن هذه. الاي نوت وصلته انه الجي والكي تبعهم لازم يكون عليه لوجيك 1. لكن نيجي على الاي 1 مثلا. الـ A1 متى بيعمل توغلينج؟ لما اللي قبله ايش؟ زيرو. الـ A2 متى بيعمل توغلينج؟ لما الاثنين اللي قبله ايش؟ زيرو. اذا بدل ما تكون الوصله عن طريق الـ A0 من وين بتصير؟ عن طريق البرايم. عشان اضمن يجيني اللوجيك 1 اعمل توغلينج، فاذا كانت الـ A0 قيمتها صفر الـ A0 برايم بتكون واحد، فلما يكون هذا صفر هذا بيكون واحد. إذا الآن جيت هذولا بدل ما أوصلهم على الإيز بصير أوصلهم على الإيش؟ على الكومبلمنت. واضح؟ واضح. إذا هي نفس الدائرة بس بدل ما أوصل على الكيوز بوصل على كيو بار، بدل ما أوصل على كيو اللي من هون بوصل على كيو بار اللي من هون، بدل ما أوصل على هذه بوصل على هذه. وهيك بصير عندي عداد تنازلي.
لاني بضمن انها تعمل طبيعي كل واحدة لما اللي قبلها زيروز. اوكي يا شباب. الو. تمام دكتور. طيب لو بدي عداد يقدر يعد تصاعدي ويعد تنازلي شو بساوي؟ نقول له هاي شغلة سهلة برضو. احنا عرفنا انه عندك انت اذا بدك تعد تنازلي تصاعدي بتجيب من طرف الاي نوت مثلا. واذا بدك تعد تنازلي بتجيب من طرف الاي نوت برايم. مظبوط ولا لا؟ قال لك راس مالها انك تختار بيناتهم عن طريق ملتبلكسر تنقي هل انت بدك من جهه الاي نوت ولا بدك من جهه الاي نوت برايم وتدخلها على الجي والكي. تدخلها على الجي والكي. في الحالة هاي يا بيكون الباث جايين من الاي برايمز يا بيكون الباث جايين من الاي نوت. وعلشان انا اقدر انتقي الملتبلكسر بده سلكشن لاين، فبلزمك سلكشن لاين عشان ينقي هل انت بدك تصاعدي او بدك تنازلي. وضحت الفكره؟ هسه بنعملهم ان شاء الله كلنا دكتور. طيب خلينا نشوف السلايد اللي بعده. طبعا هذا العداد يا اخوان لما تيجي انت تشوفه على الحياه العمليه بتشتري بكون داخل تشيب بقول لك والله في له 4 اوتبوتس، في عندك له كاونت انيبل وفي له تيرمينال كاونت. هذا التيرمينال كاونت بي سي. اوكي وبقول لك هذا العداد سينكرونوس 4 بت كاونتر. الان اذا طلب منك تعمل عداد طبعا في له كلوك، له كلوك. اذا طلب منك تعمل عداد 8 بتس بتقول اوكي انا عندي بدي اجيب 2 4 بتس وبدي اوصلهم بطريقه معينه. الان اريح طريقه اني اقول اجيب التيرمينال كاونت اللي في الاول اللي هون واربطه على الكاونت انيبل للي هون. ليش؟ اسف اشوف ليش. واربط الكلوك للجميع مع بعض. يعني بتطلع بقول هذول بيشتغلوا مع بعض سينكرونسلي. لكن خلينا نشوف متى هذا بيشتغل. هذا ما بيشتغل الا اذا اجى، يعني انا اذا بلشت اعد هون 0 0 0 0 0 0 0 1 اصل لعند ال 1 1 1. هنا بعد ما اصل عند ال 15 هذا التيرمينال كات بصير واحد. فالنكست كلوك سايكل هذا بكون ثابت على الزيرو لانه التيرمينال كات كان صفر. التيرمينال كاونت هذا ما بصير واحد الا لما بصل عند ال 15. فهذا راح يظل نو تشينج لانه اذا حطيت زيرو هون صفرت هون صفرت هون صفرت هون كل الجي والكي صار عليهم زيروز ووقف العداد عن العد. فالكاونت انيبل بيثبت لي العداد على اخر عد وصلها بعد بصير يعمل نو تشينج. فانا اذا بلشت العددين من 0 0 0 هذا العداد راح يظل على الصفر الى غايه ما نصل لعند ال 15. بعد ال 15 تجيني بلس هذا بقلب للزيرو وهذا بقلب للواحد. لانه عند ال 15 بالضبط بصير التيرمينال كانت هذا قيمته واحد وبالتالي النكست كلوك سايكل هذا بيعمل عد وهذا بيعمل عد فهذا بروح على الزيرو وهذا بروح الى الواحد. لكن مجرد ما راح على الزيرو رجع التيرمينال كانت على الزيرو وبثبت هذا على الواحد لمدة 15 عدي أخرى أو 16 عدي أخرى. فهذا بيظل ثابت 16 عدي على الزيرو برد يثبت لي كمان 16 عدي على الواحد لأنه ما بيرجع هذا enabled إلا لما بيرجع هذا لل 111 بده 16 عدي. وضحت الفكرة يا شباب؟ وضحت دكتور. طبعا ممكن أيضا أستخدم الكلوك أنا كوسيلة اوكي علشان اخلي هذا العداد يعد. ف ممكن اجيب الخانه هذه يعني بس في الحاله بطل يصير العداد الثمانيه بس سينكرونس. يعني بجيب العددين بالشكل هذا واثنيناتهم بعملهم انيبلينج. هذا انيبل وهذا انيبل وبحطهم على الجيكوان. لكن هذا بدخل عليه الكلوك الاساسيين السيستم وهذا الكلوك تبعته باخذها عن طريق انفرتر من اخر كيو من الاي 3. ليش؟ لانه الاي 3 راح يقلب من السبعه الى ثمانيه
ويظل هذا واحد لغاية ما نصل لل 15، فهذا ثابت على الواحد طول الفترة بين الثمانية ل 15، بعد ال 15 راح يروح للزيرو. فلما بروح من ال 15 إلى الزيرو، الـ A3 هذا بروح من 1 إلى 0 بيعطيني نيجاتيف بلس. هذا النيجاتيف بلس لما تدخل على الانفرتر اللي هون بصير بوزيتيف بلس لهذا. فالحالة هاي هذا بيجي بلس كل ما هذا العداد راح من 15 إلى 0. احنا عندي له انيبلنج صحيح، بس مش راح يعد إذا ما جابوش بلسز، والبلس هذه مش راح تجي إلا مرة كل 16 مرة. فأنا ممكن أعمل العداد 8 بيتس بهذه الطريقة. وضحت الفكرة؟ تمام دكتور. بس في الحالة هاي بطل العداد كثمانية بت تصير سينكروس، لأنه العداد الثاني ما بيشتغل بنفس اللحظة مع العداد الأول. أنا يعني العداد الأهضاك بيغير، بعدين في شوية دلي على بين ما تيجي البلس للكلوك أو للسيستم الثاني. طيب طيب مثل ما قلنا، عشان تعمل عداد تنازلي بس تعكس، بدل ما يكون جيك من الكيوز تحطهم على الكيو بارس. الآن لاحظ هذا العداد، لاحظ هذا العداد ماخذ من الايز وماخذ من الكومبلمنت تبعهم، وبعدين قاعد بنقي بيناتهم عشان التنقايه. يعني هاي الاور جيت مع الاب والداون اللي هون بيعملوا له عمليه الانتقاء، يعني بصير عندي زي نوع من المالتبلكسنج ونوع كمان للكاونت انيبلنج. خلينا نشوف الاوبريشن تبع هذا العدان. لاحظ معي لما بتكون عندي الاب علي لوجيك 1، هل الداون شو بصير بالداون؟ هل الداون له اهميه؟ الواقع ما لهوش أهمية، لأنه الأب بلغي وجوده، لأنه الصفر اللي هون بيصفر كل الخط اللي هون. لاحظ الداون الآن ما صار لهوش أهمية لما الأب عليه واحد. لما الأب عليه واحد أجاني على التي هون واحد، فبصير تعمل طبلينج. طبعا هون عملناها بجي كي، هناك عملناها بجي كي، الآن عملناها بتي، تفرق إيش. لاحظ هذا الواحد جايين على الباث هذا اللي هون، اللي جاي عليه الأي نوت، واللي جاي عليه كمان الـ A1، واللي جاي عليه الـ A2. فرجعت الدائرة إنه أنا قاعد بأخذ من الكيوز لما الأب عليه واحد، فمعناته راح يعد تصاعدي في حالة الأب واحد. إذا كان في عند الأب قيمته واحد، الداون مش مهم، مش مهم، العدي الأوبريشن راح يكون count up، لأنه الباث قاعد بيجيني من الكيوز. واضحة يا شباب؟ دكتور. طيب الآن ماذا يحدث لو حطينا الأب زيرو والداون واحد؟ نحط الأب زيرو والداون واحد، شو اللي راح يصير؟ إذا حطينا الأب زيرو معناها راح يسمح للداون يشتغل، بس لاحظ الزيرو أجاني لهون، اوكي، وهذا الزيرو راح يلغي لي الباث اللي جاي عن طريق الاي نوت والاي 1، لانه الزيرو راح يطلع زيرو كمان هون. فكل الباث اللي جاي من الاي 1 والاي نوت من الكيوز، يعني كل الباث هذا لغينا، كل الباث اللي جايين عن طريق الكيوز لغينا. لكن سمحنا لمين؟ لما يكون الداون عندي واحد راح يطلع عندي هون واحد، فسمحنا لمين؟ للكومبلمنت، هي سمحنا للكيو بار هي اللي تخش، سمحها الكيو بار تدخل على الان جيت اللي هون وتدخل على التي، اوكي، هاي الكيو بار. فاجى الباث الان عن طريق الكيو بارز، واذا اجى عن طريق الكيو بارز شو بصير؟ عد، بصير عد تنازلي. اذا راح يعمل كاونت داون. الآن what happens، إيش بصير إذا حطيناهم اثنين أصفار؟ إذا حطينا both الأب والداون على زيرو، الواقع في الحالة هاي هذا صفر
معناها الباث اللي بيجيني عن طريق الكيوز كله لغيته. ولما بكون هذا زيرو ايضا لغيت الباث اللي جايين من الكيو بارز، لانه هذول راح يطلعوا زيرو وهذا راح يطلع زيرو، فالتي تبعهم راح يكون على الزيرو، وهذا ايضا راح يصير عندي زيرو، وهذا راح يصير زيرو اولويز، وهذا راح يصير زيرو اولويز لما بوث ار لوجيك زيرو. شو بصير بالتي في فلوبس لما اكون التي عليها زيرو؟ شو بتعمل لي فلوب لما بيجيها تي زيرو؟ الو الو يا شباب، معك دكتور. لما التي عليها صفر بالنسبه للفليب فلوب اللي هي نوع تي، لما زيرو شو الاوبريشن تبعها؟ نو تشينج. لما بكون واحد شو بتعمل؟ تعمل طقل. اذا انا لما جبرت هذول على الصفر لما حطيت بوت زيروز راح تعمل نو تشينج. طبعا هذه ال1 دونت كير تشمل شغلتين، تشمل 1 0 وتشمل 1 1، لان الداون سواء كان صفر او كان واحد. فعندي اربع احتمالات في الواقع على الاب والداون، عندي كاونت اب كاونت داون وعندي نو تشينج. واضحه الفكره يا شباب؟ واضحه دكتور. اوكي، اذا هذا العداد ممكن يعد تصاعدي، ممكن يعد تنازلي، وممكن يوقف عن العمل حسب قيمه الاب والداون اللي عندنا. وهنا الاب له اولويه على الداون. الاب بسبب الانفرتر اللي هون منع الداون العمل لما بحط عليه لوجيك واحد. ارجو ان تكون الامور واضحه. حدا عنده اي سؤال بالنسبه للاب داون كاونتر؟ راح نجي نعمل عليه تطبيقات على السيركت ميكر بعد شوي ان شاء الله، يمكن الحصه اللي بعدها بالاستراحه، بعد الاستراحه يعني. طيب الان بدنا نعمل عداد عنده القدره انه يعد تصاعدي، وعنده القدره انه يعمل نو اوبريشنز، وعنده القدره انه يعمل بارلل نود. في كثير من الاحيان بتزمني العداد اني قبلته مثلا من قيمه معينه. العداد بتزمني اني قبلته مثلا من السبعه مثلا، وبدي اروح مثلا لل 15، وبعد ال 15 بدل ما يروح على الزيرو بدي اياه يرجع على السبعه. فالحاله هاي بدي الريجستر او بدي الكاونتر يكون عنده قدره زي الريجستر انه يخزن داتا اللي بدي اياها في اي لحظه من اللحظات عشان يبدا العد من عندها. فبدنا عداد يستطيع ان يعد تصاعدي، يستطيع عمل بارلل لودنج، يستطيع ان يتوقف عن العمل، وبدي يكون له اسينكرونس كلير لاغراض راح نشوفها بعد شوي. طيب خلينا نشوف هذا العداد كيف نبنيه. بدي اكبر الصوره شويه. لازم كنترول ان. اظن هيك الصوره صارت اوضح. خلينا نشوف هذا العداد وما تخافوش منه كثير، ما تخافوا منه كثير. هذا العداد لاحظ معي بده يعد تصاعدي، وبدي يعد كمان، وبدي يعمل بارلل لودنج، وبده يعمل نو تشينج. فاذا بده يعمل بارلل لودنج معناها انا عندي بالنسبه للجي كي فليب فلوب، اذا في عندي انبوت خارجي من هون اي بدي اعملها زي دي، فبدي اجيب الانبوت هذا لهون واجيب الكومبلمنت تبعه على الكي، فبصير اللي بحطه على الاي بيظهر لي على الكي. بحط واحد هون بيجيني هون واحد بعد ما تيجي البلس. ف that's what I want to do، انه اذا في عندي داتا من الخارج اجبر somehow الانبوت هذا يدخل بهذه الطريقه على الجي والكي. بس احنا برضو كمان لما نعمل عد، في حاله العد الجي والكي هذول شفنا انهم بيجوا عن طريق الكيوز مع الكاونت انيبلز. اوكي، وكان عندي مثلا في دائرة اللي سبق وعملناها يكون عندي الكاونت انيبل. اوكي، مع ويعطيني واحد عن طريق الاي اللي قبليها، ونفس الشيء بالنسبه للي بعده بتوقف من هذا مع الاي اللي هون على اند جيت بتدخلها على الجي والكي. في الحاله هاي بصير يعد تصاعدي. ف
فأنا بالنسبة للجي والكي بدهم two paths، إما path مثل ما عملنا في العداد التصاعدي أول شيء، وإما بدي أدخل الآي من الانبوت الخارجي عليهم. فأنا الآن بدي أختار ما بين شغلتين، إما الباث اللي بيجي عن طريق الكيوز علشان أعد، وإما الباث اللي بيجي عن طريق الانبوت. وهذا في الواقع اللي قاعد بصير عندي هون. طلع معاي لما بحط أنا العداد هذا، بحط على اللود بحط قيمته واحد. في الواقع لما بحط قيمته واحد هذا زيرو لغالي الكاونت، لأنه هذا الزيرو راح يرجع لهون وما لهوش تأثير. الزيرو هذا على الأورجيس ما لهوش أي تأثير، لكن اللود لما حطيته واحد أعطاني زيرو هون، أعطاني واحد هون. لما بيجيني عندي واحد هون وواحد هون، أنا سمحت لهذه الآي تدخل لهون، وسمحت الكمل من تبعها يجي لهون. فهنا أجاني الآي نوت، وهنا أجاني الآي نوت برايم. الآن على الأورجيت الإنبوت الثاني عليه زيرو، وبالتالي راح يجيني هون الآي نوت، وهون راح يجيني الاي نوت برايم. اذا صارت الدائره كانها الجي والكي الاولى داخل عليها الانبوت الخارجي اللي هو الاي نوت، وداخل الكم من تبعه. اوكي، فالان اللي بحطه على الاي بيظهر على الجي والكي فليب فلوب. وضحت الفكره كيف بعمل بارالل لودينج؟ الو دكتور، اذا انا سمحت للداتا هاي تأثر على الجي والكي بالطريقة اللي إحنا يعني، لأنه هاي الجي والكي عبارة عن يعني لما حطوا لنا جي والكي كان عامل دي فليب فلوب، هاي عبارة عن دي فليب فلوب. يعني لو كانت دي ما فيش داعي لتو أور جيت، بكفي أور جيت واحدة على الدي إمبوتس. بس إحنا بنستخدم الجي والكي لأنها الجي والكي أنسب للتوغلينج، الجي والكي أنسب لعملية التوغلينج. لما بدي إياهم يكونوا بوث لوجيك 1 عشان تعمل توغلينج أسهل ما أستخدم دي تايب فليب فلوب. إذا هذا بالنسبة لللودينج. بالنسبة لللودينج بحط اللود عليه واحد، والانبوت بده يكونوا موجودين على الاي 0 والاي 1 والاي 2، ثم بعطيها بلس. الكاونت هنا في الواقع ما لهوش أهمية. طيب الآن إذا بدي أخلي العداد يعد لازم أحط اللود على 0 والكاونت أحطه على الواحد. فالحالة هاي هذا راح يعطيني واحد هون، راح يجيني واحد لهون. اوكي راح يجيني زيرو هون. فانا لما بيجيني اصفار هون لغيت الايز، لانه الطرف اللي راح يروح على الاورجيس من هون للاندجيس راح يكون زيرو، فبصير الطرف المهم هو هذا. الان بالنسبه للاولى هذه جايها واحد واحد، فبصير تعمل اولويز توجل، هذه بصير تعمل اولويز توجلينج. لكن اللي بعديها صحيح جايني هون واحد، بس جايني كمان من الاي نوت هون على الاندجيت هذه واحد، فما راح تعمل توغلينج الا اذا اجاني واحد هون، وهذا ما راح يجي الا اذا اجاني واحد من هون من مين؟ من الاي نوت. فهذه ما راح تعمل توغلينج الا اذا قبلها كانت عليها واحد، وهذا المطلوب. انا عندي 0 0 0 اول مره بدي اعمل لهاي توغلينج، اوكي هاي بدي اياها نو تشينج، لكن ما بدي اياها تعمل توغلينج الا اذا اللي قبلها كانت لوجيك 1. فاحنا الان اخذنا من الباث تبع الايات وحطناهم على الاند جيتس هذول عشان اضمن العمل المطلوب. لاحظ انه الدائره الثانيه هذه مثلا ما بتعمل توغلينج الا اذا جاها واحد وواحد هون، ما بجيهاش واحد وواحد الا اذا الاي عليها واحد الاي 1، والا اذا الاي نوت كمان عليها واحد. فبيكون عندك واحد هون وواحد هون، ولازم الكاونت هذا اللي بنكون عليه واحد. فبيجيني عندي هون واحد، طبعا لازم يكون هذا عليه زيرو، يعني لازم يكون عندي اللود هون زيرو حتى يلغي لي كل الاند جيتس اللي هون. فبالحاله هاي انا سمحت للكيوز اللي على اليمين انهم يدخلوا كانبوت للجي والكي، وبصير هذا العداد يعد تصاعدي. وضحت الفكره يا شباب؟ الو وضحت دكتور. طيب الان هذا العداد مثل ما انتم ملاحظين في له اسينكرونس كلير، إذا ممكن أصفر هذا العداد في أي لحظة من اللحظات. مجرد ما أحط زيرو هون هذول كلهم بنطوني زيروز بدون ما أستنى بلس، هذا asynchronous clear ما بينتظر بلس. بينما هذول الانبوتس these are synchronous inputs، كل هذول بنسميهم إحنا synchronous inputs لأنه عملهم
مرتبط بالكلوك، عمل هذول كلهم مرتبط بالكلوك، لانه هذول بياثروا على الجي والكي، والجي والكي بيشتغلوش الا مع كلوك، بينما الكلير هذا دايركتلي بيروح على الاوتبوتس للفليب فلوبس وبياثر عليهم. فانا في عندي هون اسينكرونس كلير، وفي عندي مثل ما انتم شايفين على الطرف الاخير هنا في عندي مسمينه كاري اوت، يعني زي الكاري اوت تبع الفول ادر او تبع البارلل ادر. في الواقع هذا ما بيعطينيش واحد، هذا ما بيعطيني واحد الا اذا كانوا كل البيتس اللي قبليه لوجيك 1 وكان الكاونت انيبل عليه واحد. فهذا زي التيرمينال كاونت يعني اللي شفناه قبل شويه، مرات بنسميه كاري اوت، مرات بنسميه تيرمينال كاونت. فهذا فور كاسكيدنج، هذا فور كاسكيدنج، بروح بوديه لدائره اخرى فور كاسكيدنج. وضحت الفكره يا شباب؟ وضحت دكتور. دكتور 40 عفوا الساعه 41. طيب نوقف ناخذ استراحه ونرجع بعد خمس دقائق ان شاء الله، خمس سبع دقائق حسب يعني. اشكرك.